ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وسوق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذن بيانات التضخم هزت الأسواق العالمية بما فيها أسواق العملات، كيف يعني تصف أداء مؤشر الدولار بعد هذه البيانات، وما هي التوقعات لقرار الفيدرالي؟ هل من الممكن أن نذهب إلى 100 نقطة أساس كرفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة؟ صباح الخير. بالفعل بيانات اقتصادية مفاجئة للأسواق المالية بل للعالم، وأثبتت بأن الاقتصاد العالمي بأكمله يعاني من حالة غير اعتيادية من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم أمس أظهر انخفاض بالفعل في مؤشر الأسعار من 8.5% إلى 8.3%، وجاء الانخفاض بأقل من التوقعات. لكن تفاصيل هذه البيانات كانت تظهر لنا بأن هنالك ارتفاع هائل في أسعار الغذاء، ارتفاع كذلك حاد وكبير جدا في أسعار الكهرباء وأيضا المساكن، حيث هذه الأسعار ارتفعت بأكبر وتيرة لها منذ ثمانينات القرن الماضي، مما قد يجبر الاحتياط الفيدرالي على رفع الفائدة الأسبوع المقبل ب 75 نقطة أساس. نعم. على الأقل 34% من المتعاملين في الأسواق يتوقعون رفع الفائدة ب 100 نقطة أساس، فيما حوالي أكثر من 60% يتوقعون رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. بالتالي نحن نلاحظ بأن هنالك توقعات كبيرة جدا برفع الفائدة، مما قد يبقي على الدولار قوي خلال الفترة المقبلة. أخذين بعين الاعتبار انتظارنا اليوم لبيانات مؤشر أسعار المنتجين في تمام الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي، والتي قد يكون أيضا لها تأثير على الأسواق المالية. نعم، وكيف يعني تصف التأثير على اليورو في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات تحديدا من الولايات المتحدة؟ ولاحظنا أيضا الجنيه الاسترليني في حالة من التذبذب بعد بيانات التضخم في بريطانيا. بالفعل فقد اليورو مستوى التعادل وعاد للتداول عند 99 سنت أمريكي. هذا الانخفاض في اليورو سببه توقع أن يستمر الاحتياط الفيدرالي برفع الفائدة. لا نتحدث فقط عن رفع الفائدة الأسبوع المقبل، بل التوقعات أصبحت لا تستبعد أبدا أن نرى معدلات فائدة في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى من 4% مع نهاية هذه السنة، وهذا قد يبقي الضغط على اليورو. بالنسبة للجنيه الاسترليني قد انخفض أيضا، بيانات اقتصادية صدرت اليوم أظهرت انخفاض غير متوقع في معدل التضخم من 10.1% إلى 9.9%، لكن أيضا لو نظرنا إلى القيمة الأساسية للتضخم سنجد بأنها مستقرة عند 6.2%، فيما الأسعار الاستهلاكية لمبيعات التجزئة ارتفعت أكثر من 12%، وهذا كله يظهر بأن الاقتصاد البريطاني يعاني من حالة عدم اليقين، وهذا ما يضغط على الجنيه الاسترليني لأن الدولار الأمريكي يتم طلبه كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية غير الاعتيادية التي يشهدها العالم من حولنا. توقعاتي بأن يبقى الضغط على الجنيه الاسترليني وكذلك اليورو ما لم نشهد تغيرات في التوقعات المستقبلية للاحتياط الفيدرالي الأمريكي أو للمركز الأوروبي أو بنك إنجلترا المركزي. نعم، يعني سركيس بالمجمل الجميع ينتظر قرارات البنوك المركزية، نتحدث عن البنوك المركزية المهمة، لكن بعض التصريحات متوقعة كانت من بنك اليابان فيما يتعلق بالتذبذب الحاصل بالين الياباني، وهل هنالك فعلا قرارات تتعلق بأسعار الفائدة هناك ممكن أن تؤثر على زوج الدولار والين الياباني؟ الآن بالنسبة لبنك اليابان المركزي فهنالك معضلة كبيرة يعاني منها، وهي اجتماع الضعف الاقتصادي الكبير مع الانخفاض الحاد في الين الياباني. لكن من ناحية أخرى رفع الفائدة في اليابان قد يكون الآن أمر مطلوب، لأن الاقتصاد في غير منعزل عن العالم الذي يعاني من ارتفاعات التضخم. لكن في نفس الوقت حتى هذه اللحظة، حتى لو توجه بنك اليابان لرفع الفائدة أو اتخاذ إجراءات تجديد فلن تكون مكافئة أبدا للبنوك المركزية الأخرى مثل المركز الأوروبي، بنك إنجلترا وكذلك غيرهم من البنوك مثل الفيدرالي الأمريكي.
باعتقادي بنك اليابان بعيد كل البعد أن يتخذ سياسات تشددية، ورغم القليل من الارتفاع الذي شهده الين الياباني اليوم لكنه يبقى قريب من أدنى مستوياته منذ 24 عاما، وبالتالي أتوقع أن يبقى الين الياباني ضعيف حتى يقوم البنك المركزي الياباني أو حكومة اليابان بإيقاف هذا النزيف الذي يعاني منه الين أمام سلة العملات والتي منها الدولار الأمريكي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على هذه المعلومات والتفاصيل.